الواقع اللي كنا تناولناها داخل المدرسة، اللي هي مدرسة اتهمت مدير المدرسة بالتحرش الجنسي بها، قلنا يعني نذهب إليهم لنحققها. كون إن العلاقة تكون بهذا الشكل، سواء صحت الاتهامات أو لم تثبت صحتها، لكن شوفوا إزاي المدارس تحولت. طب هيعلموا إزاي لما تبقى العلاقة بين المثلث التلميذ وولي الأمر والمدرس وبين المدرسين ومدير المدرسة، العلاقات بهذا الشكل وفيها اتهامات متبادلة فجة، تبدأ من الاتهامات البسيطة للاتهامات الكبيرة، هل ده يمكن إنه ينجب تعليما ولا ينجب قبحا وفسادا ويؤدي في النهاية إلى انحطاط في مستوى سواء التربية أو التعليم؟ حققنا هذه الواقعة، كنا عملنا فيها اتصالات تليفونية لكن أعدنا تحقيقها تلفزيونيا من جديد. مدير المدرسة مضطهدني بقاله فترة طويلة عشان في تجاوزات احنا بكلمه فيها، لان انا رئيس وحدة التدريب في المدرسة، فما بيبقى في تجاوزات فبقول له عليها، فهو رافض حاجة زي كده. جه يوم الحد جاب لي جيزة 5 ايام شكوى كيدية، هو بيكتب شكاوي ويبعتها باسامي اولياء امور وهمية، فجاب لي 5 ايام. فبقول له الدخلة، بقول له ليه يا استاذ سيد انت عملت كده؟ قال لي اذا كان عاجبك. بقول له ليه، مفيش قانون؟ قال لي مفيش قانون، انت اديتك رصاصة واخلص منك. رحت عملت تلغراف لمدير عام الإدارة بالليل، محدش اتحرك فيه إلا النهاردة استغاثة. تاني يوم الاثنين رحنا المدرسة، فطبعا عشان إنهاك العمل والكلام ده فلبست عباية وراحة بيها، مش قادرة، ما كنتش قادرة إن أنا أنزل. فرحت خلصنا ملاحظتين وتصحيحين مادتين. الأستاذة سحر مع السؤال الأولاني، كانت دايما هي بتخلص الأول، أنا بقعد أتأخر شوية وراها لأن أنا اللي بخلص السؤال التاني أو السؤال التالت، والاستاذ عزه مصطفى برضو بتبقى معانا، بتبقى بتصحح السؤال بتاعها. فالمهم رحنا خلصنا شغلنا الساعه 3:30، فطلعت عشان اقول له فوق في الكنترول، وقاعد مقيم في الكنترول بالرغم ده مش مكانه يعني. فطلعت بقول له استاذ احنا خلصنا عشان نمشي. قال لي تعالي. قام ضحك كده وقال لي، حط ايده على ظهري، فبقول لي العبايه دي حلوه البسها كل يوم. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا ما عملتش حاجه. سحر طلعت فوق علشان تقول له ان احنا مش، فبقى انا طالعه استعجلتها، طلعت عشان انده لها، لقيته حاطط ايده على ظهرها. فقلت له انا شفت كل حاجه وهنكتب شكوى وانا معترفه معاه. قال له نمشوا. قمنا ماشيين، سيبناهم مشينا. جينا الصبح عشان نمضي في الحضور، لقينا متشطب علينا انصراف انا وعزه، بس عشان عقابها ان هي شهد، قالت له انا هشهد عليك في الواقعه دي. فطلعت فوق قلت لهم هو فين؟ قال لي قاعد في الكنترول. طلعت كان هو لوحده في الكنترول، فعزه زميلتي طلعت ورايا عشان تكلمه اللي متشطب علينا احنا الاثنين. فنقول له يا استاذ سيد ليه اللي انت عملته ده؟ قال انا حر اللي انتوا عايزينه، اخبطوا دماغكم في الحيطه. فقالت له، يعني قال لها يعني ايه انا حر؟ قامت قالت له ازاي؟ انا بقعد لغايه الساعه 3:30 انا وزميلتي، وهي زنباقي اتشطب عليها، قام ماسكها من صدرها كده، قامت البلوزه واسعه، قامت نازله، قامت صدرها لما اخذه باين، قامت هي زقاه، قام وقع على الكرسي. قمت صرخه، كانت عزه اللي موجوده بس، هو قال ان كانت في اميره وكان في احمد، لا اميره كانت موجوده ولا احمد كان موجود. مين اميره ومين احمد؟ اميره دي مدرسه جديده جايه من اللي هم ال 30,000 دولت، فعايزه تثبت، بتيجي معاه زي ما هو عايز، اشهدي زور، اشهدي اشهدي حق، اشهدي زي ما هو عايز عشان مهدده ان هو هيثبتها. بس كان في زميله من الزملاء اللي هي اتكلمت عنها، الاستاذه سحر حنفي ديت، هم بيقولوا انها كانت فوق وشاهده، مع ان انا وانا بمضي كانت هي موجوده في الدور الارضي تحت. لا حضرتك، ما كانش في حد موجود، هو اللي كان موجود بس، واول مره يطلع الكنترول بدري، كان كل يوم بيجي يقعد في الاوضه بتاعته وبعد كده يطلع الكنترول، هو عارف عشان هو مشطب علينا طلع الكنترول. تاني يوم رحت بعت فاكس للوزير وفاكس للمحافظ وبريد سريع دولي والوكيل الوزاره والحاجات دي كلها، وقمت رايحه عامله محضر في القسم بالتحرش. طول عمره معايا كده، وكان مره هددني ان هو يخطف ابني. ليه؟ كان في خلافات في المدرسه، كان في مديرين قبل كده، هو كان برضه مش عايزهم، عايز حد تاني والكلام ده كله، فكنا بنحارب بعض. لا اعرف شيء عن هذا الموضوع اصلا، لان هي لغايه دلوقتي مش عارف تمت التحرش امتى. اولا هي كان خرجت يوم الاثنين الساعه 11:30
هي والابله اللي هي مش تشهيده بها من المدرسه، والامن بلغني بتاع المدرسه ان الابله خرجت من المدرسه بدون اذن خروج. عملت مذكره ورفعتها للجهات المسؤوله وتولوا التحقيق النهارده فيها. ده الكلام ده يوم الاثنين. جيت تاني يوم حضرتك بمضي ورق من الكنترول، دخلت الكنترول لقيت الاثنين دول داخلين عليا بالسب واللعن وقامت بالاعتداء عليا. هي جت الصبح دخلت هي والاستاذ عزه اللي هم اشتكوا امبارح دولت، جت تمضي لقيت مشفتها بقى لها انصراف. قعدت تقول ان انا الوسخ اللي فوق ده انا هطلع اولع فيه هو فين عشان اضربه، وما طلعتوش بفضيحه من مثلا مش هسكت، الوسخ اللي فوق ده هتهولي. قعد عشان مش شطب عليها انصرف لانها خرجت قبلها بدون اذن، وغير كده هي اصلا كثيره الغياب. فضلت تصوت وترقع على المكتب، انا هوريه، انا هسيبه، انا مش هسيبه، ابن كذا ابن كذا، وانا طالعه فوق لازم اقتله، لازم اقتله النهارده ولازم اطلعه من هنا بفضيحه. رئيس الكنترول كان موجود واحد اعضاء الكنترول كان موجوده، الاستاذ احمد محمد السيد والابره اميره حسني كانت موجوده. الاستاذ عزه سليم دخلت سبت وشتمت الاستاذ السيد الاول، وبعد كده هجمت أبلة سحر حنفي عليه وقامت بضربه في صدره باللوكميات في صدره، وبعد كده خرجت وقالت لي اشهدي، يعني اشهدوا يا جماعه وانتي اشهدي وهعرفك. اتصلت بامن الاداره وقدمت مذكره للمدير العام وعملت محضر في الشرطه برقم 289 جنح اسم تالي المنصوره، بسبب لان ده اهدار لكرامتي واهدار لنفسي، انا ما اقدرش ان انا ارفع ايدي على واحده ست. سبب الاعتداءات ديت ان هي خرجت من غير اذن استاذ سيد قبلها بيوم. طبعا في تصحيح وفي الكلام ده وفي توزيع للمهام دي كلها، ما كانش حاجه المفروض ما كانش حد يخرج اساسا بغير علمه، خرجوا فهو رد طبيعي عشان ما بقاش فيه اي مسؤوليه عليه، قام بالشطبه عليهم. الراجل ده راجل مقدم جدا ومعانا زميل من 18 سنه، مدرس زميلنا من 18 سنه، يعني مش جاي جديد علينا، وكان زميل معاها في الفصل وكان بيدي معاها في الفصل فوق، يعني هو زميلها من 18 سنه، ما تحرش بقى من 18 سنه كده، تحرش بقى الوقت. بنتي اللي عاوزه تمتحن بكره عندها امتحان دراسات في سنه 6 ابتدائي هنا في المدرسه، مش عاوزه تدخل الامتحان، هتروح تقول لزميلها ايه؟